كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. تلاوتنا المنهجية في هذه الحلقة من الآية 86 بعد 100 إلى الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة. إن شاء الله أتلو التلاوة المنهجية، وبعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. نسر بتلقي اتصالاتكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. معنا رهف، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا رهف. شوي شوي يا شيخ، بس نبي نقرأ اليوم إن شاء الله سورة
التكوين. طيب أنا في الاستماع، تفضلي أقري يا رهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنهم لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند العرش المكين، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إن يشاء الله وما رب تشاءون إلا أن يشاء الله عودها يا رهف وما تشاءون إلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا رهف، قراءتك جيدة، شكرا على اتصالك. معنا إبراهيم، أهلا وسهلا يا إبراهيم. إبراهيم أنت على الهواء، تفضل اقرأ. طيب ننتقل إلى محمد، مرحبا. أهلا وسهلا يا محمد، تفضل اقرأ. تعوذ يا محمد، تعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنما لذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمد. ننتقل إلى منال، أهلا وسهلا. منار من النور يا شيخ. نعم منار من النور. منار من النور، أهلا وسهلا، تفضلي يا منار. بسم الله الرحمن الرحيم. منال أو آسف منار من النور، يا منار لو تكوني في مكان فيه تغطية وتعيدين الاتصال بنا لأن الصوت غير واضح، عذرا يا تمام. منار تمام تمام. طيب إبراهيم، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحمد الله، أهلا وسهلا، تفضل يا إبراهيم أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بارك الله فيك يا إبراهيم. انتبه لحرف الضاد، لا تقلقله. حروف القلقلة فقط هي قطب جد، وأنت كل حروف القلقلة ما شاء الله، يعني قلقلتها في قراءتك، لكن زدت على هذه الحروف حرف الضاد. الأرض، ما نقولوش الأرض ض، الضاد لا تقلقل، هي ليست من حروف القلقلة. ثم لم يتوبوا، لما نقف على حروف المد لا نختم صوتها بهمزة، لا نقول ثم لم يتوبوا، لا نختم صوت حرف المد بهمزة، هكذا نقول ثم لم يتوبوا، يتوبوا. حروف المد هي حروف هوائية، صوتها ينتهي للهواء، يتلاشى صوتها ويخمد شيئا فشيئا إلى أن ينتهي، لا نختم صوتها لا بهمزة ولا بها. عائشة، أهلا وسهلا عائشة، إن كنت في الاستماع تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا عائشة. أقري تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده كلا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. حسبك يا عائشة بارك الله فيك. طيب عندنا متصل آخر، حواء، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى نعم استسلي يا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بارك الله فيك يا حواء، ما شاء الله قراءة جيدة. ننتقل إلى عائشة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، نحمد الله، أهلا وسهلا. منقرأ صوت الشمس. تفضلي أنا في الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. تعوذي يا عائشة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. انتبه للإخفاء، ربهم بذنبهم فسواها. طيب بارك الله فيك يا عائشة، انتبه للإخفاء، فذمذم عليهم ربهم بذنبهم. ربهم في آخرها ميم ساكنة، هذه الميم بعدها باء الحكم، هنا إخفاء. بذنبهم عندنا نون وبعدها باء الحكم، هنا قلب، يعني نقلب نون الساكنة إلى ميم ونخفي الميمة في الباء. انتبهي لأحكام النون الساكنة والتنوين يا عائشة. معنا ريحانة أو ريحان. ريحانة، أهلا وسهلا، تفضلي يا ريحانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حسبك، بارك الله فيك يا ريحانة، ما شاء الله قراءتك جيدة. اهتمي أكثر بأحكام الراءات من حيث التفخيم والترقيق، أيضا اهتمي بالوقف والابتداء، تقيدي بعلامات الوقف الموجودة في المصحف بالإضافة إلى الوقف على رؤوس الآية. عادت إلينا منار. منار من النور، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا حسبك، بارك الله فيك يا منار، ما شاء الله قراءة جيدة، زادك الله توفيقا. ما زال عندنا اتصالات، والله نكتف بهذا القدر. طيب خلاص، الدقيقة التي بقيت نتكلم فيها عن الخلف الذي في هذه الصفحة التي تلوناها. نحن تلونا من الآية 86 بعد المئة إلى الآية 98 بعد المئة. عندنا قوله تعالى: فالآن باشروهن. فلان باشروهن بالنقل، يقرأ ورش رحمه الله، ينتبه لهذا إخواننا الذين يقرؤون برواية ورش، وورش رحمه الله له في المد البذل الثلاثة: القصر والتوسط والطول. عندنا أيضا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ورش رحمه الله وحفص وأبو عمرو يقرؤون البيوت بضم الباء، وليس البر بأن تأتوا البيوت، وأتوا البيوت من أبوابها. طبعا نافع رحمه الله ليس نافع، رويه قالون غير ورش. ورش يقرأ البيوت هو حفص وأبو عمرو، أما البيوت فقالون رحمه الله يقرأها كما يقرأها الجمهور بكسر الباء، لأن فقط الذي يقرأ بضم الباء ورش وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب. أيضا عندنا ولكن البر، ولكن البر من اتقى، يقرأ حفص وأبو عمر نافع رحمه الله برويه قالون وبرش، ولكن البر من اتقى، هكذا يقرأ نافع وابن عامر الدمشقي. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت وأنتم على خير، إن لم يكن عيد. إن كان عيد لقاؤنا إن شاء الله يتجدد بكم بعد العيد كما هو الحال في قبل رمضان، الأحد والخميس على تمام السادسة مساء. إذا كان عيد كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإن لم يكن عيد إن شاء الله غدا عندنا لقاء. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.